بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنقدم درسا للمستوى الثالث، مادة الرياضيات. ما عنوان الدرس؟ فهو الأعداد الكسرية مقارنة وترتيب. هدف التعلم: أختزل أعدادا كسرية قابلة للاختزال، أقارن كسرين وأرتب قصورا. لاحظوا هذه الأشرطة. بالنسبة للشريط البرتقالي فهو ملون كله، أي الكل. أما الشريط الأخضر فقد لوننا نصفه، أي الجزء الملون بالأخضر هو النصف. أما الجزء الملون بالأزرق فهو ربعين. جزأنا الشريط إلى 4 أجزاء ولوننا جزئين، إذن ربعين. الجزء الملون بالأصفر هو 4 أثمان. جزأنا الشريط إلى 8 أجزاء ولوننا 4، إذن 4 أثمان. الجزء الملون بالبني هو 15. جزأنا الشريط إلى 10 أجزاء ولوننا 5، أي 15. إذن ما هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون بالأخضر؟ حسن جدا، الجزء الملون بالأخضر هو 1/2. وما هو الجزء الملون بالأزرق؟ نعم، 2/4. حسن، ما هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون بالأصفر؟ حسن، 4/8. ما هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون بالبني؟ جيد، 5/10. الآن لاحظوا أن 1/2 يساوي 2/4 ويساوي 4/8 ويساوي كذلك، نعم حسن، 5/10. لاحظوا هذين الشريطين. ما هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون من الشريط الأول؟ حسن، 1/2. إذن 1/2 كم يساوي؟ حسن جدا، 1/2 يساوي 3/6. نلاحظ الجزء الملون بالأزرق في الشريطين. إذن ما هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الأول؟ حسن، 1/5. وما هو العدد الكسري الذي يساوي 1/5؟ ممتاز، إذن 1/5 يساوي 2/10. لاحظوا جيدا الجزء الملون بالأزرق في القرصين. حسن، إذن 3/4 يساوي 6/8. ما هو العدد الكسري الذي يمثل كل من الجزئين الملونين من الشريط؟ حسن، الجزء الملون من الشريط الأول هو 1/2. جيد، الجزء الملون من الشريط الثاني هو 1/4. الآن قارن بين هذين العددين الكسريين. حسن جدا، من خلال الشريطين يتبين أن 1/2 أكبر من 1/4.
لاحظ الآن الجزء الملون من القرصين. إذن العدد الكسري الذي يمثل الجزء الأول هو 1/4. أما الجزء الملون من القرص الثاني فهو 1/3. الآن قارن بين هذين العددين الكسريين. حسن جدا، من خلال ملاحظتي الجزء الملون من القرصين يتضح أن 1/4 أصغر من 1/3. ما هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون من القرصين؟ ممتاز، الجزء الأول هو 2/6. حسن جدا، الجزء الملون بالأخضر هو 4/6. الآن سنقارن هذين العددين الكسريين. نعم حسن جدا، إذن 2/6 أصغر من 4/6. لنلاحظ جيدا الجزء الملون من الشريطين. إذن ما هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون من كل شريط؟ حسن، الجزء الملون بالبرتقالي هو 2/5. أما الجزء الملون بالأزرق فهو 3/5. الآن لنقارن هذين العددين الكسريين. ممتاز، إذن من خلال الشريطين نلاحظ أن 2/5 أصغر من 3/5. لنلاحظ الآن الجزء الملون من هذه الأشرطة. إذن العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون من الشريط الأول هو 3/10. أما الشريط الثاني فهو 8/10. نعم 6/10 هو الجزء الملون من الشريط الثالث. الآن قارنوا هذه الأعداد الكسرية، أي 3/10، 8/10، 6/10، سنرتبها من الأصغر إلى الأكبر. حسن جدا، إذا أصغر عدد كسري هو 3/10. ثم 6/10 وأكبرها هو 8/10. إذن 3/10 أصغر من 6/10 أصغر من 8/10. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.